كابتن شطه، اول مباراه رسميه كانت في النادي اللي لعبتها مع النادي الاهلي كانت مباراه ايه؟ اول مباراه لعبتها في النادي الاهلي ما كانتش رسميه، كانت وديه، كانت المحرق البحريني. محرق البحريني، فاكرها المباراه دي؟ احنا لعبناها على ملعب الترسانه ولا لا؟ لعبناها على ولا ملعب النادي الاهلي، استاد المحترف. كسبناها 2-0. 2-0 انا وشوقي عبد الشافي. ايوه، كان شوقي لسه ناشئ. لا كان شوقي لسه لا انا عارف شوقي، بس انت عارف يمكن المباراه دي لعبها وبعد كده راح على طول تقريبا القوات الجويه. ايوه، المباراه دي انا هو جبنا جونين من بعد المباراه دي يا كابتن مصطفى. بعد المباراه دي بدات التسجيلات، وقتها كان طبعا عدد كبير. فهيدوكوت عايز يركز بقى. نعم، في ناس كتير قوي مشيت، مشير طبعا يسافر، وعبد العزيز حسن راح لبنان، ومحمود رشدي نسينا الله يرحمه. الله يرحمه، برضه موجوده في الناس، موجودين طبعا. مشي يعني عدد كبير مشي، فبقى العدد محصور. كان شبيطه كمان موجود معانا، وعادل الجمال، ومحمود عبد الحي. عادل الجمال ومحمود عبد الحي، انا نسيت اقول لك الاسماء دي كلها. لا، في اسامي كتيره جدا احنا كلها هنفتكر نقول. كل المجموعه دي هيدوكوت لما جاي أيد الناس اللي هو احتاج لها 30 لاعب، ففي ناس مشي منهم. محمود عبد الحي كان ده كان 75 لما بدا يأيد. ها 74 ولا 4 في اخر 74. برافو عليك. المهم يا طبعا وقتها انا اتأيدت بعد المباراه دي، وبعد كده لعبت اول مباراه لعبتها كنت احتياطي بنزل الشوط الثاني لو تفتكر. يعني كان في وقتها قلت لك الوسط فيه ناس كانوا. كان مباراه ايه؟ والله كان المستوى اللي فاكرها المنيا. المنيا كان في القاهره ولا بره؟ كان لا كان بره. كان في المنيا. كانت في المنيا، بس هو ما كانش بلعمني المباراه السهله، كان لعبني المباراه الصعبه اللي فيها ايه؟ اللي فيها هتلعب بمن... اللي فيها ضرب. مان تو مان كمان. مان تو مان عشان يلغي اي حد بالك. بلي ميكر. المصري البورسعيدي، الاسماعيلي، الزمالك، الاتحاد السكندري. طبعا اللي بالك كان زمان المصري. المصري والمحله كان فيها شيخ غريب. المنصوره كان فيها الشال، وكان فيها سعد سليط الله يرحمه. دي المجاميع دي كلها بقول لك انا ما كنتش بلعب الا الماتشات اللي فيها خناقات وضرب وكده. فمباراه سهله مثلا زي الترسانه ما يلعبنيش، لا والله كان بيلعبني عشان شاكر عبد الفتاح. شاكر عبد الفتاح كان لا هو انت يعني بدون مجامله ولا اي حاجه، انت كان ليك مهام خاصه في كل المباريات المهمه، واحنا كنا بنلعب كلها مباريات مهمه. انا بقول لك كانت كلها مباريات مهمه الحقيقه. كابتن مصطفى عايز اقول لك على حاجه مهمه جدا، انه لما اكتشف فيا ان انا راجل اقدر تلعب ال 90 دقيقه اقفل مفاتيح اللعب وما عنديش مشكله، بدا يحطني اساسي. ودي طبعا حاجه انا ما بنكرهاش، انا بدات احتياطي فتره بتاع مثلا 4 5 6 مباريات، 7 مباريات. ده 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 نعمه 5 6 مباريات دي، في ناس كانت بتقعد ما بتقومش. ده احنا حتى اللي بيبقى متعور فينا ويتحط احتياطي عشان يدخل تاني يا خبر ابيض بيبقى عايز اللي بيلعب ده يتكسر عشان يلعب مكانه، يتكسر يقع من فوق البرج. بس برضه الروح كانت حلوه وكنا لا 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 ما كناش ابدا يا كابتن مصطفى. طيب بجد، وانت بعد اول مباراه لعبتها في المنيا وانت جواك كده حسيت ان انت خلاص بدات تدخل الفورمه مع الفرقه؟ لا، اول مباراه حسيت ان انا بقيت ادخل. اهلي زمالك 1-0 اللي انت جبت في الجول ده 76 76 اللي هو صفت الله يرحمه وعملها لي بالعرض، انا فاكرها كويس، وانا عملتها بالراس في الزاويه اللي بعد كده، لان انا كنت قوي جدا في الماتش ده مستمر. انا فاكر افضل الماتشات اللي انا عملتها في حياتي. انت عملت 3 كور بالعرض جوال، واحده لطاهر. بل انا فاكر الماتش ده كويس، لان الله يمسيه بالخير هيدوكوتي الله يرحمه كان بيحفظنا، كان يقول لي انت سامي منصور بيلعب على الطرف، انت هتسيبه تسحب كده وتدخل لجوه، وصفت هيطلع على بره. سامي منصور لما شافني انا دخلت لجوه قال لك خش اعمل ايه، فضل واقف، وكل راح صفت لعبها وانا لوحدي لعبتها بالراس في الهدف ده. لو غير كده عشان انا برضو فاروق كان وقتها في عز مجده. لا ما انا لسه هقول لك اهو، ده انت هو قال لك انت شغلتك كلها انك فاروق جعفر لو طلع المدرج يطلع وراه. هو بقول لي كده بس انا ما كنتش. لا لا طبعا لا انا عارف انت كنت ما فيش كوره وصلت لفاروق بصراحه، لانه فاروق استلم الكوره. لا فاروق ما حدش يقدر ينكر لعيب من اللعيبه القلائل في مصر، افضل لعيب شفته في حياتي، وعلى على مستوى افريقيا كمان حقيقي. لا انا بصراحه بعتقد انه من يعني كان حقيقه، انا بشوف في الماتشات اللي انا ما بلعبش فيها وازاي بيستلم الكوره وبيلف وازاي بيعملها وبيعدي السهل الممتنع او كمان يعني موهوب. بعد الماتش ده اهلي وزمالك حسيت انك خلاص بقيت اساسي؟ حسيت ان انا بقيت مهم لهيدوكوتي. ودي بقى خلاص خلتني بقى ايه اتمرن بجديه والعب ما العبش ما تفرقش معايا، وبقيت بقى ايه يعني بينا بقى بنلعب يعني تعرف كنا بنحب نلعب برضو كمان عشان فلوس يعني. طبعا كل ما تلعب بتاخد فلوس، ما بتلعبش تاخد نص. لا 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 هو في الاساسي حاجه والاحتياطي حاجه، الواحد اللي بيلعب ده برضو يعني بنحاول. لا انت جاي اصلا متغرب.
فدي حته مهمه. ان كنا انا كان عندي دافع اني العب عشان اقدر اصرف على نفسي وعلى الجامعه، لكن انا بقول انه بس انت كنت بتدور على الفلوس، احنا ما كناش بندور على الفلوس. بس انا كمل تعليمي. بس انا بقول انه يعني الفترات دي، فتره الحقيقه السبعينات دي كانت فتره ممتعه جدا بالنسبه لنا، لانه كانت عندنا كل الحاجات، طموحاتنا كلها بتتكون، مستقبلنا بنعمله. فانا انا بعتقد ان انا يعني انا وفقت لحد كبير ان انا عشت وسط هذا الجيل حقيقة. انا محظوظ. طيب.